هذا يسأل هل يستطيع أن يعتمر الإنسان عن أي شخص؟ لا، ما يعتمر إلا عن الميت أو عن شخص حي، لكنه لا يستطيع العمرة بنفسه، لا حاضرا ولا مستقبلا، ما يستطيع، ما ينتظر أنه يعتمر بنفسه، فهذا تعتمر عنه لأنه عاجز عجزا مستمرا. أما الإنسان الذي يؤمل أنه يستطيع في المستقبل ويعتمر هو بنفسه، هذا لا يعتمر عنه، يعتمر هو إذا قدر.